اتهمت إسرائيل 12 من موظفي وكالة الأونروا بالمشاركة بهجوم طوفان الأقصى ب7 أكتوبر. الوكالة علقت عمل الموظفين وباشرت بالتحقيق معهم. لكن قبل أي نتائج حاسمة لنعرف إذا هالشبهة صحيحة أو لا، كان قرار صادم لدول مانحة أساسية مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا بتعليق تمويل الأونروا. طبعاً نتائج هالقرار كارثية على مليوني فلسطيني بغزة عم بيعيشوا تحت وطأة حرب إبادة إسرائيلية بتمنع عنهم الأمن والغذاء والدواء، وعم بيعيشوا بمجاعة فعلية. لكن قبل ما نخوض بأثر القرار، خلينا نستذكر حالات سابقة لتهم طاردت وكالات تابعة للأمم المتحدة لكن ولا مرة سببت بتعليق تمويلها. بالعقدين الأخيرين تكررت تهم وتحقيقات استغلال واعتداءات جنسية بحق موظفين تابعين للأمم المتحدة، من تهم لوكالة أوكسفام بارتكاب موظفين فيها اعتداءات جنسية بهايتي، لتهم مماثلة بليبيريا، لجنوب السودان، لأفريقيا الوسطى. تكررت فضائح وشكاوى عن اعتداءات جنسية وانتهاكات ارتكبها عدد من موظفي الأمم المتحدة باعتراف المنظمة نفسها. تم تعليق عمل المتورطين وفتح التحقيقات، ومن بين المتورطين كان في جنود فرنسيين اتهموا باعتداءات جنسية بأفريقيا الوسطى. لكن رغم جدية كل هالاتهامات ولا مرة كان في تعليق لتمويل هالوكالات، رغم أنه عدد المشتبه فيهم والملاحقين كان كبير والقضايا خطيرة. يمكن لأنه السبب المنطقي هو أنه المطلوب التحقيق والمحاسبة وليس معاقبة المجموعات اللي بتحتاج للدعم اللي بتقدمه الأمم المتحدة. لكن لما بيوصل الأمر للفلسطينيين يبدو أنه الأمر بيتغير وإزدواجية المعايير بتطل براسها من جديد. استهداف إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أي الأونروا يكاد يكون بعمر القضية الفلسطينية نفسها. الأونروا تعد شريان حياة أكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني بالقدس الشرقية والضفة وقطاع غزة ودول الشتات الأردن وسوريا ولبنان. وبتستخدم الأونروا ميزانيتها على 5 أنشطة أساسية هي التعليم، الصحة، والإغاثة، والبنية التحتية. الحملة الأخيرة ضد الأونروا أتت مباشرة بعد ما قضت محكمة العدل الدولية بأنه إسرائيل قد تنفذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. مؤسسات حقوقية كبرى اتهمت إسرائيل بشكل موثق باستخدام التجويع كسلاح حرب، وأظهرت البيانات أنه 4 من كل 5 أسر عم بيقضوا أيام وليالي كاملة دون طعام. مع ذلك لم تواجه إسرائيل أي عواقب على أفعالها، بل عم بيستمر الدعم العسكري والمالي لإلها. لم تعلق الحكومات المانحة خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا مساعداتها العسكرية لإسرائيل حتى تحقق بجرائم الحرب اللي عم ترتكبها. ما بيعني استمرار المساعدات العسكرية مساهمة بجرائم الحرب الإسرائيلية؟ الدول اللي أوقفت تمويل الأونروا هي فعلياً عم تدعم المجاعة الجماعية كتكتيك حربي وعم بتسيس المساعدات الإنسانية. لكن ليش بتركز إسرائيل حملتها على الأونروا؟ بترمز هالوكالة لمفهوم سياسي هو وجود فلسطينيين بالدرجة الأولى خارج أرضهم ووفق القانون الدولي بحق لهم العودة. وهيدا تماماً سبب استهداف إسرائيل لهالوكالة تحديداً اللي كانت هدف مباشر ضمن أهداف عديدة بحرب غزة، إذ قتل نحو 150 موظف أونروا عدا عن استهداف عدد من مبانيها. بالنسبة لإسرائيل إيقاف عمل الأونروا يعني إنهاء وجود اللاجئين وطرد فلسطيني غزة إلى مصر. الدول الكبرى اللي علقت تمويل عمل الوكالة عم بتساهم بشكل واضح بترانسفير الجديد.